orders. بص بقى، واحنا لو جينا نقسم الجينات بتاعتنا والخلايا بتاعتنا النورمال سيل فيها كم كروموزوم؟ 46 صح؟ 46 كروموزوم. لو احنا قسمنا الكروموزومات دي هنقسمهم كالاتي، منهم 22 زوج و 1 بير. 22 زوج من الكروموسومات الجسديه اوتوسومز، واحد 6 كروموزوم. قال لك 6 كروموزوم ده لو ميل يبقى اكس واي، لو في ميل اكس اكس، مش كده برضه؟ ميل وفي ميل. والاوتوسوم دي ازواج، ماشي، 22 في 2 ب 44 كروموزوم، وحطوا كمان 2 وكام؟ 46. قسمين وليهم ارقام، الاول الثاني الثالث، سبحان الله ليهم تقييم، مش كلام؟ يعني مثلا بتلاقي زوج عامله كده. ليهم خريطه اصلا. يعني لو جه الرقم مثلا ده الاول الثاني الثالث الرابع الخامس الثالث السابع الثامن التاسع 14 عشان بس في حته مهمه عايزين نفهمها 20 21 22 طبعا هم مش مفروضين كده كلهم في قلب النواه كلهم فهمتوا بتتعامل ازاي بس يعني لو احنا فردناهم ده المنظر ايه بتاعهم ده الكروموزومات 22 كروموس زوج من الكروموسومات الجسديه ماشي و 1 6 ايه كروموزوم ايه المشكله بقى اللي عندك بقى؟ قال لك بص ممكن بقى مشكله في العدد مشكله فين؟ نيوميريكال مشكله في العدد يا زياده يا نقص قال لك طيب العدد فيه بالظبط؟ قال لك انت عندك مجموعتين من الكروموسومات ايه هم؟ اوتوسومز و6 كروموزومز قال لك ممكن مشكله في عدد الكروموسومات اللي هم 6 كروموزوم أو ممكن مشكلة في عدد مين ها؟ في الأوتوسومز. مشكلة فين ها؟ في السكس كروموزومز العدد بتاعهم يا زيادة يا نقص. أو مشكلة فين؟ في الأوتوسومز. أي طب لو في مشكلة في الأوتوسوم في العدد بسميها السومي. بص أقول لك ممكن يبقى إيه ها؟ تراي سومي أو مونوسومي. دي معناها أوتوسوم. ماشي؟ ترايسومي يعني الاوتوسوم في منه ثلاثة. مونوسومي الاوتوسوم في منه واحد. ازاي ده؟ ترايسومي يعني واحد زيادة. اوتوسومي يعني واحد ناقص. مونوسومي يعني واحد ايه؟ ناقص. طب بص كده معايا هنا مش فاهم برضه يعني ايه ساعات بيقول لك ترايسومي 13 مثلا. أو ترايسومي 18 أو مثلا 21. قصده بيها ايه؟ تعال بص كده. تعال نيجي على الكروموسوم رقم 21. في منه كم نسخة؟ اثنين. اثنين صح؟ طب ايه رأيك لو في واحد كمان زيادة معاهم؟ بقى ثلاثة صح؟ بقى الكروموسوم رقم 21 في منه ثلاث نسخ صح؟ طب بسمي الحالة دي ترايسومي 21. يعني الاثنين الأصل موجودين ومعاهم واحد زيادة. طب لو 13 يبقى ترايسومي رقم 13. طيب بقى 18 18 في منه ثلاث ايه؟ نسخ الاثنين الأصل موجودين ومعاهم واحد زيادة. مش قصدي في منه ثلاثة غير الأصل، لا هما الاثنين بتوعه يعني الشخص ده عنده من رقم 21 ثلاث إيه؟ نسخ. الاثنين اللي المفروض موجودين في الخلية وعم واحد كمان إيه؟ زيادة عليهم. اسمها ترايسومي 13، ترايسومي 18، ترايسومي رقم كام؟ 21، أدي قصده بقى كده. أو السكس كروموزوم فيهم خلل زي ما قالوا كمان شوية. طيب المشاكل اللي عندكم الترايسومي. يعني ترايسومي في واحد زيادة. تراي الاثنين وعم واحد كمان. مونو يعني واحد يعني في واحده ناقصه ماشي يعني تلاقي مثلا رقم 13 في واحد بس موجود طب والتاني مش موجود يبقى ده مونو سوم في من نسخه واحده بس موجوده فهمتم؟ طيب المشاكل اللي عندكم رقم 13 و18 و21 13 دي بيسموها متلازمه باتو و18 متلازمه ادوارد و21 داون الشهيره داون سندروم. قال لك طيب يعني في عندنا داون سندروم
في ادوارد سندروم وفي باتو سندروم. داون ترايسوم رقم كام؟ 21. ادوارد ترايسوم رقم كام؟ 18. وباتو ترايسوم رقم كام؟ 13. كلهم مشتركين في حاجه، هي ان كل الاطفال بتوع داون او ادوارد او باتو عندهم منتال ريتارديشن، تخلف عقلي، وعندهم مشكله في القلب. التلات مشاكل كل الترايسوم دول، كل حالات الترايسومي ال 13 وال 18 في الكتاب عندكم، مش كاتب موضوع باتو ادوارد دي خالص، هو كاتب بس ترايسومي 13 عنده كذا، 18 عنده كذا، و21 هو الداون او البلع المغولي مونجوليزم اسمها كده. فانا عايز اقول لكم ان هم كلهم مشتركين في الايه؟ في التخلف العقلي ومشاكل القلب. منتال ترديشن وكونجنتال هارت ايه؟ ديزيز. بس في حاجات بتميزهم. ايه؟ بتاع داون عنده امبراك الهرم. بيبقى عنده ايه؟ امبراك الهرم. يعني ممكن تقرا عنه كتاب كده ايه؟ عارف بس مع الكونجنتال هارت ديزيز ومع المنتال ترديشن بتاع داون عنده كمان ايه؟ امبراك الهرم. بتاع ادوارد صعبه بطنيه. بتاع باتو عنده اصم ما بيسمعش، ديفنس. يعني بص معايا كده، بص هنا معايا كده اللي هي صفحه 2 7. تعالى اللي هي الترايسوم 21 اسمها الداون اللي هي المونجوليزم، اسمها ايه؟ مونجوليزم او البلع المغولي. ماشي، الطفل ده عند الصينيين كده مش كلام، يعني بيقول لك اوبليك بالبيبرال فيشر. ماشي، الايديه بتبقى صعبه وقصيره وسنجل ترانزفيرس بالمر كريز، مش موجود عنده الكلام ده. اعرف بس انه عنده ايه؟ منتال ريتارديشن كونجنتال هارت ديزيز امبراك الهرني. يبقى زياده هنا مين دي؟ الهرني. بتاع الترايسومي 18 اسمها قلنا ايه؟ ادوارد. الزيادة عنده صابع متنية. ماشي، يعني ده عنده ابنورماليتي في تكوين الصابع نفسها، فليكسد ديجيتس اسمها كده. عنده برضه منتال ريتارديشن كونجنتال هارت ديزيز وفليكسد ايه؟ ديجيت. دي زيادة. بتاع باتو اللي هو كام؟ 13. برضه منتال ريتارديشن كونجنتال هارت ديزيز وعنده ديفنس. مهمة واحدة دي. بس في حاجة برضه حاجة. ده الباتو ده أحسن حالات. الباتو اصلا بيطلع ساعات بتلاقي عنده عين واحده عادي، الولد وان اي مفيش نوز. لا حاجات غريبه، يعني ده الولد ده الباتو كويس اللي بتولد يعني نوعا ما عادي. يعني ما اعرفش معايا صوره هنا لو شفتوها. ده ده حلو كويس. طبعا دي حالات داون ايه؟ عامل زي الصينيين كده. بصوا دي حالات داون ايه؟ سندروم. طبعا انت لو في حد من طنطا هنا مدرسه تربيه فكريه شوفوها، يعني بشوفوا المدارس تهم القمر على اسكندريه وهناك حنتوا النهار، ربنا يصبر اهلهم والله. يعني ايه بيحاولوا يعلموهم حاجات يعني ايه يستعين بها في حياته، يعني يتعلم حرفه ولا بتاع. بس يعني مشكله الداون دول ان هم بيبقوا عند 21 سنه 22 سنه بيموتوا، مشاكل القلب بتاعتهم ما يعرفوش يعالجوها بيموتوا. يعني بيقول لك يعني في معظم الحالات، في حالات بتكمل توصل 40 سنه، بس يعني في المعظم بيبقى عند العشرينات كده وده ايه؟ يعني مشاكل قلب ايش لها علاج بقى بعد كده خلاص ايه بيموتوا الحالات دي. دي حالات داون سندروم. في هنا برضه الحاله اللي بقول عليها بتاعت باتو دي، مش عارف ازاي منظرها. شوف على الكورنر فوق خالص عين واحده سنجل سنترال اي. شوف فين مناخيره؟ مناخيره هي بتاعت البروز اللي فوق الايه؟ اللي فوق عين ده ميت، خلي بالك مش عايش ده. دي حالات باتو الكلاسيكال بقى ايه؟ باتو. بس يعني بقول لك لو يعني عاش او طلع نوعا ما سليم نوعا ما يبقى عنده منتال ريتارديشن لو عاش يعني، وعنده اللي هي الكونجنتال هارت ديزيز وديفنس. بس طبعا الحالات الاشهر انتوا بتشوفوها دي بيعملوا له بالشكل ده. طبعا برضه بيتمنى اهله انه يموت، يقول لك يا رب يموت. فهمتوا القصه؟ والله يعني واحد قعد 10 سنين ما يخلفش وفي الاخر اللي خلفته عن داون سندروم. يعني اول طفل جاي له بعد 10 سنين داون سندروم. هيعمل ايه؟ هيرميه. سبحان الله. بس يعني ايه جاله خلف بعد كده اطفال كويسين، ويعني بيقول لك احب الاطفال اللي هي الطفل ده. يعني بيقول لك هو ربنا يعني فتح عليه ببركاته يعني والمال والصحه وبتاع بعد ما خلفت الطفل ده.
يعني لو يكون مثلا ربنا بعت له وبتلاقي اهو بس انت صبرت عليه فحتى بعد زوجته تقول معلش وبتاع ونربيه وايه يعني المشكله انا احنا مش هنقتله بس رد القضاء ربنا ربنا بارك له قوي يعني فتح عليه جامد قوي وربنا رده بقى ومات يعني هو طبعا ايه قصته يعني في العشرينات كده برضه ايه قال لك ملناش علاج للبعض وبتاع ومات بعد كده يعني بس يعني ده من ايه من الحالات دوم يعني في بقى نيجي حاجه اسمها 6 كروموزومال ابنورماليتيز العدد بتاع ال 6 كروموزومز بص معايا دلوقتي هو النورمال في الميل ايه؟ اكس واي صح؟ النورمال في الميل اكس اكس طيب ايه رايك لو انت خليت العدد في الرجاله اكس اكس واي يبقى النور يبقى الكاونت كله كام كده؟ العدد كله كام؟ 47 في واحد زياده اكس زياده صح؟ انا بص الاكس الزياده دي بتبقى في الميل يعني ايه؟ بتقلل سبرماتوجينس او بتمنعها اصلا ماشي يبقى عنده حاجه اسمها ميل هايبوجوناديزم دي عموده لازمه كلاينفلتر اسمها كلاينفلتر ايه سندروم ليه دي او ايه رايك بقى لو في ميل شيل منها اكس ترنر دي متلازمه ايه ترنر خلي بالك طب شلت منها اكس مش هتخلف برضه في ميل هايبوجوناديزم بس خلي بالك دلوقتي ان الحالات دي متعرفش غير حد البيوبرتي الحالات بتاع الكلاين فلتر بتاع الرجاله دي وبتاع الفيميل بتاع الترنر ما بتعرفش غير عند البلوغ انا بقول لك هايبوجوناديزم ستيريليتي يعني عيل مولود هعرف ان هو ما بيخلفش ازاي بقول لك ستيريليتي مفيش تكوين سبيرم اصلا تكوين السبيرم ما بيحصلش عند البلوغ هيجي عند البلوغ الشخص ده بيتجوزه ما يخلفش فهمتوا القصه عامله ازاي؟ عنده يجي يعمل بقى الخريطه الجينيه بتاعته وبتاع طبعا في بعض المظاهر الخارجيه بتبقى باين عليها ماشي بس في الغالب مفيش تمام؟ طريقه ما بيخلفش بتاع يجي تحقيق حالات منويه مفيش حالات منويه اصلا ازو سبيرميا مفيش اصلا حالات سبيرمات فهمت قصدي؟ دي بيسموها ايه؟ ميل كلاين فلتر سندروم اكس اكس واي في متلازمه ثانيه اكس زيرو دي اللي هي او اكس بس مفيش يعني في لوست طبعا الكاونت هنا كام العدد؟ 45 ترنر سندروم قال لك ديت في ميل هايبوجونيك ما بتخلفش برضه كمان تمام؟ طيب يبقى لو كلاين فلتر اتجوز ترنر يخلفه ايه؟ يعني لو حد اتجوز الحاله دي ولا حاجه مفيش اصلا ماشي؟ في بقى حالات ايه يقول لك ايه؟ تريبل اكس في ميل او ده واحده كده اكس 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 ماشي؟ اه والله في ساعات ميل مثلا اكس واي واي طب ايه دي؟ دي سوبر فيميل دي ارنبه بقى تخيلوا دي بتعاني من ايه دي؟ اللي هي المالتي اسمها بس مالتي اكس فيميل دي منتر ترديشن تخيلوا في ناس فاكر بقى يبقى ايه؟ اوفري اوفري لا 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 دي بقى عندها مين اسمها مالتي اكس فيميل سايبه 3 اكس 4 اكس 5 دي بتعاني من ترديشن يعني غريب قوي الموضوع صح؟ طب ده يعاني من ايه؟ اكس واي واي ده تخيلوا ولا حاجه يقول لك ولا حاجه بالك لو طويل شويه وعنده حد شباب بس بس بيسموا الحاله دي دبل واي ميل اسمها كده يعني ليه بقى مثلا عنده اكني او حد الشباب ده يجي يتعالج منه ما بيخفش ماشي ياخد علاج ما بيخفش فيجي بره عنده بقى دلوقتي موضوع الخريطه الجينيه فانت بقى ايه لو قعدوا يعملوا يشوفوا ايه المشكله عنده الى عنده نوع ده دبل ايه واي دي مشكله جينيه اصلا موجوده عنده اللي هي دبل واي ايه ميل دي فهمتوا يعني ما تاخدش الموضوع بقى ايه يبقى عنده اكس زياده يبقى كذا اكس ناقصه لا الموضوع مش كده دي ثوابت وايه وقاعده يمشوا عليها ماشي يا اخوانا بس اللي عندك انت في الكتاب كلاين فلتر وترنر بس خلاص الموضوع بقى ايه مالتي اكس في ميل او الدبل واي ميل مش عندكم بس الموضوع خالص ماشي فيها مشكله خطيره ايه بس بص معايا ايه المشكله دي احنا لحد دلوقتي اسمعوا بس اتفضل انا بتكلم على عدد صح الاوتوسوم ترايسومي 13 18 21 ده عدد او السكس كروموزوم كلاين فلتر او ترنر او مالتي اكس فيميل او دبل واي ميل ده عدد برضه
هل في مشكلة في الجينات؟ انا مش فاهم ايه الفرق بين كروموسوم وجين. اخوانا في عندنا في الكروموسوم الحبل الموجود ده تمام محمول عليه جينات الصفات جين الجين الخاص بالشعر باللون بالافرازات بتاع الخلايا بالطاقه بالم... كل واحد كل حاجه لها جين يبقى طب ايه بقى المشكله الثانيه انا بص المشكله الثانيه بقى العدد ثابت اللي هو كام كروموسوم 40 مفيش اي مشكله في العدد المشكله في الجينات المحموله بقى ماشي في الصفات المحموله على الايه على هذا الكروموسوم يحصل فيها مشكله الصفات ممكن تبقى كالاتي يا اما يقول لك كونتيجوس جين سيندروم او سنجل جين ديفكت او مالتي فاكتوريال او اسمها بولي جينيتك ايه سيندروم ايه الكلام ده لو الكلام عندك في الكتاب مكتوب على الحته دي الك بص معايا بيسموها ايه قالك اللي هي صفحه 106 108 دي ستراكشرال ابنورماليتيز هنا العدد كام ها كام 46 بس في مشكله في الجينات بقى المحمول على الكروموسوم ايه الموضوع ده قالك ممكن يبقى حاجه اسمها كونتيجوس جين سيندروم كلمه كونتيجوس متجاور ماشي معناها ايه متجاور بمعنى تيجي على الكروموسوم ده في عندك ادي جين ومثلا في كمان جين اهو انا تيجي من احد في مشكله في تكوين الخلايا نفسها والانقسامات كذا جين متجاور يحصل فيهم ديفكت فبيسموها متلازمه الجينات المتجاوره اسمها كده كذا جين مع بعض متلاصقين مع بعضهم كونتيجوس لازقين يحصل فيهم مشكله دي بيسموها كونتيجوس جين سيندروم او مشكله ثانيه جين واحد بس ياخد مثلا جين من دول يبوظ بس لون شعائح اسمها سنجل جين ديفكت هل في مشكله في العدد بتاع الكروموسومات خالص لا تركيب نفس بتاع الكروموسوم او يجي مثلا عندك جينات اهي جين هنا بولي جينيتك بس ايه متفرقين هنا 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 بس كذا جين بس مش لاقيين في بعضهم انا بقول في الغالب انفايرومنتال فاكتورز اشعاع ادويه هي بتاع المنظر ده ما دول ايه قال لك خلل في انقسامات الخلايا نفسها اللي هي بتاعت مين الكونتيجوس جين سندروم والسنجل جين ديفكت دي دي بقى مشكله في انقسامات الخليه في جينات باظت بس انقسامات انما المشكله دي اللي هي بيسموها اللي هي المالتي فاكتوريال دي او بولي جينيتك ديفكت ده كذا جين على نفس بس بعيد عن بعضهم طب ايه اللي بوظهم؟ حاجه بقى خارجيه عامل ايه؟ خارجيه انفايرمنتال ايه؟ فاكتور وجه بعد كده بدا يفسر لك مين هي الانفايرمنتال فاكتور عملت الحركه دي انت اخوانا؟ ايه بقى الانفايرمنتال فاكتور اللي ممكن تعمل خلل جيني؟ تمام؟ تعالى نشوف كده مع بعض المشكله دي.